السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير، تكونوا بصحه جيده. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ديال اليوم، مستحيل من بعد هذه الوصفه اللي غادي نشارك معكم اليوم تبقاو تعانيوا من الكلف او تعانيوا من التصبغات او من البشره اللي ما عطيهاش واحد الاضاءه، ما عطيهاش واحد الاشراقه. هذه الوصفه غترجع لكم البشره ديالكم مرايه البنات، غترجع لكم البشره صافيه واللون ديالها موحد، واللي شافتكم غتسولكم على السر اشنو درتوا للبشره ديالكم. هذه الوصفه ممكن ديروها للمناطق الحساسه، ممكن ديروها للابطين، ديروها للرجلين، ديروها لليدين، اي منطقه في الجسم البنات كترجع كتشعل بالبيوضه. شي حاجه اللي واعره، والسر في هذه الوصفه اللي غادي نشارك معكم اليوم. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخير، وهذه الوصفه غادي تعجبكم بزاف بزاف. فما تنسوليش من اللايكات ديالكم، وصلوا لي هذا الفيديو اكبر عدد من اللايكات، فهذه الوصفه طوب، واي وحده شافتها وجربتها غادي تعجبها بزاف بزاف ومليون في المئه البنات. المهم غادي نبداو الوصفه ديالنا. غادي نحتاجو الصابون ديال دوف، كيف ما كتشوفوا معايا الصابون ديال دوف من الانواع ديال الصابون اللي زوين واللي كيعجبني بزاف، واللي ضروري كنستعملو ضروري من شي حاجه اللي خاصها ضروري تكون عندي في الدار، فولا بد نستعمل الصابون ديال دوف، اما نغسل به البشره ديالي او لا يكون عندي نستعمل به شي وصفه من الوصفات اللي كنشاركهم معاكم. اي وصفه كنكون كنستعملها كنشاركها معاكم. المهم تاخذوا الصابون ديال دوف الكميه اللي بغيتوا تستعملوها، غادي تستعملوها كيبقى يعني الاختيار ديالكم نتوما. انا هنا غادي نحك في الحكاكه تكون رقيقه كيف ما كتشوفوا معايا، واحد الكميه تقريبا واحد 3 المعالق ديال الصابون ديال دوف كيف ما كتشوفوا معايا. هذه الوصفه اللي غادي نشارك معاكم مجرباها انا شخصيا، كتعطي واحد النتيجه البنات زوينه بزاف، يعني من الاستعمال الاول كيبان لك الفرق، اما الا داومتي عليها راه ما نعاودش لكم البشره كيفاش كتولي شي حاجه اللي يعني كتعطي نتيجه مضمونه 100%. المهم غادي نستمر حتى نحك هكا واحد الكميه، وغادي نرجع معاكم باش نكملوا ان شاء الله باقي تتمات يعني التحضير ديال الوصفه. فولا بد البنات تتابعوا معايا الفيديو خطوه بخطوه حتى للتالي هكا باش تشوفوا جميع المراحل. دابا من بعد ما حكيت واحد الكميه، هانتوما كي كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا تقريبا 3 المعالق كبار ديال الصابون ديال دوف، استعملت هذه الكميه هانتوما كي كتشوفوا معايا هنا باش تشوفوا القياس اللي استعملت، فاستعملت غير شويه يعني من الصابون. صافي. دابا غادي ناخذوا البنات، غادي ناخذوا الودعه. الودعه انا غنخلي لكم الصوره ديالها يعني في الفيديو هكا باش تشوفوها. الودعه شي حاجه اللي كتبيض، شي حاجه اللي كتعطي التبييض وكتقضي على الكلف وكتقضي على التصبغ. انا خديت البنات ملعقه صغيره من البودره ديال الودعه، يعني الودعه مطحونه، ضفت ليها ثلث كاس ديال ماء الورد ونقعتها لمده ليله كامله. غادي نحتاجو دابا غير هذا الماء ديال الورد اللي نقعنا فيه الودعه، غادي نخلطو به هذا الصابون اللي حكيناه بهذا الشكل هذا. ومن طبيعه الحال الكميه اللي غديروا ديال ماء الورد اللي غتنقعوا فيه الودعه على حسب الكميه اللي غديروا نتوما ديال الصابون، يعني مبشور او محكوك. الا كنتو غديروا كميه كبيره من الصابون فغادي تكثروا شويه ماء الورد. المهم غنخلطوا هاد المكونات هادو مزيان كيف ما كتشوفوا معايا حتى داك الصابون يدوب ليا مزيان في هاد الماء ديال الورد كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه الى ما كنتوش كتوفروا على الودعه ممكن تعوضوها بالنيله الزرقاء. النيله الزرقاء حتى هي شي حاجه اللي كتعطي التبييض، وهي يعني معروفه يعني في الوصفات الطبيعيه. النيله كانوا كيستعملوها من شحال هذه يعني النساء الصحراويات، ومازال لحد الساعه يعني كنستعملوها بزاف، حتى انا كنستعملها في الوصفات هكا الطبيعيه. سبق لي شاركت معكم العديد من الوصفات اللي استخدمت فيها النيله الزرقاء، فهي زوينه كتبيض كتعطي التبييض من الاستعمال الاول، مفيده بزاف للبشره هذه النيله الزرقاء. المهم غادي نستعمل الحليب ديال نيدو او الحليب بودره، اي نوعيه ديال الحليب عندكم بودره غادي تستعملوه. بالنسبه للحليب نيدو معروف يعني بالفوائد ديالو، فهو مرطب ومفيد بزاف للبشره. غادي نستعمل تقريبا واحد الملعقه كبيره كيف ما غادي تشوفوا معايا. ممكن تستعملوا اي حليب عندكم مجفف، ماشي بالضروره الحليب ديال نيدو، لكن كيف ما كتعرفوا ان الحليب ديال نيدو هو اللي يعني واخد واحد الشهره ومتوفر، يعني جميع الناس عندهم الحليب ديال نيدو تقريبا
مهم غادي نستعملوا تقريبا ملعقه كبيره، وكيبقى على حسب الكميه اللي استعملتوا نتوما ديال الصابون ديال دوف. فاذا استعملتوا نص صابونه ديال دوف راه غادي نضاعف من طبيعه الحال الكميه ديال المكونات كاملين. بالنسبه للودعه انا استعملتها بودره، درت منها ملعقه صغيره يعني ديال الودعه مع ثلث كاس ديال ماء الورد، غير باش تعرفوا يعني القياس ديال المكونات. الا استعملتوا النيله الزرقاء غادي تستعملوها مباشره مع الصابون ومع ماء الورد، غادي تستعملوا تقريبا نص معلقه صغيره ديال النيله الزرقاء. هنا انا ضفت الزيت ديال الجليسيرين لانه زيت مرطب للبشره، يعني زيت كيعطيك الترطيب خصوصا في هذا الفصل هذا ديال البرد. البشره ديالنا كتولي شاحبه، كتولي ناشفه، كتقشر، خصوصا الناس اللي البشره ديالهم ناشفه بزاف وحساسه، فهم كيعانيوا من هذا المشكل هذا ديال الجفاف ديال البشره. زيت ديال الجليسيرين من افضل الزيوت، يعني انا كنفضله على الكريم، كنفضله على الكريم يعني بزاف. نستعمل يعني هاد الزيت ديال الجليسيرين افضل ما نستعمل شي كريم، لانه هو كيرطب بزاف، كيعطيك واحد الترطيب 100% للبشره ديالك. صافي دابا غادي نخلطوا هاد المكونات هادو مزيان كيف ما كتشوفوا معايا، حتى تشوفوا ان داك الصابون داب وتخلط لكم مزيان مع باقي المكونات الاخرى. ضروري تخلطوه مزيان وتحكوه في الحكاكه تكون رقيقه. صافي دابا غناخد هاد الطويصه هادي اللي كتغلق كيف ما كتشوفوا معايا، او هاد السوبيرات هادو ديال الزاج اللي كيكونوا كيتغلقوا كيف ما كتشوفوا معايا. غنديروا فيها الصابون ديالنا، غنديروا فيها الصابون ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا. صافي بهذا الشكل هذا، وغادي نحاول انني نغلقها باش هكا نحركها مزيان باش داك الصابون يدوب ليا مزيان. هانتوما كي كتشوفوا معايا بهذا الشكل، لكن الا خليتوه هكا واحد المده ديال ساعه بحال هكا راه غتلقاوه داب بلا ما زعما تحركوه ولا شي حاجه. غير انا حيت غنستعمل دابا الوصفه غنوريكم طريقه الاستعمال ديالها، خاصها تكون يكون داك الصابون خاصو يكون داب البنات. المهم صافي دابا ما داب ليا الصابون كيف ما كتشوفوا معايا، غادي نطبق لكم هكا الوصفه على يدي باش تشوفوا معايا يعني كيفيه الاستعمال ديالها. كطبقوها هكا البنات على الوجه ديالكم او اليدين او لا اي منطقه في جسمك ممكن تستعملي ليها هذه الوصفه. هتخليوها المده ديال ربع ساعه يعني 15 دقيقه على البشره يعني على الوجه ديالكم، اما بالنسبه للجسم كامل ممكن يعني تخليوها من 20 دقيقه حتى نص ساعه. كل ما خليتوها كل ما عطاتكم نتيجه واعره البنات، نتيجه زوينه. صافي كطبقوها بهذا الشكل هذا انتم كي كتشوفوا معايا وكتخليوها. فانا غادي نرجع معاكم من بعد ما نغسل يدي، وهذه هي النتيجه. صراحه ما خليتهاش انايا حتى داز داك الوقت حيت كنصور يعني دغيا دغيا حيدتها، ولكن راه كتعطي البنات نتيجه زوينه بزاف في الطبيعي. تشوفوا يدي تتعطي نتيجه زوينه، يعني كتصفي لك البشره ديالك، كتقضي على البقع، على الكلف، على الاطراس ديال الحبوب، كتعطيك واحد الاضاءه للبشره ديالك. هنا انا بغيت نتكلم لكم على واحد الزيوت، بما اننا في هذا الفصل هذا ديال الشتاء فضروري، والفصل ديال البرد ضروري نعتنيو هكا بالبشره ديالنا. كيف ما سبق ليا وهضرت لكم على هذا الزيت هذا ديال الجليسيرين، راه زوين الا كانت البشره ديالكم جافه وناشفه، زوين هذا الزيت يعني كيرطب لكم البشره. حتى الزيت ديال اللوز حتى هو زوين بزاف، تيحمي البشره، تيحافظ على البشره، حتى هو تيخفف لك من البقع الداكنه، وكيعطيك يعني فوائد، هو فيه بزاف ديال الفوائد اللي تتحمي لك البشره من الشيخوخه المبكره. مهم زيت اللوز الحلو راه مفيد بزاف للبشره. وعندي ثالث زيت البنات هو زيت بذور العنب، من اقوى الزيوت اللي كتحافظ على البشره، اللي كتحارب التجاعيد، كتحارب علامه التقدم في السن اللي هي علامه الشيخوخه المبكره. تبقاو تستعملوه دائما هاد الزيت راه زوين بزاف. وحتى ولا كانت البشره ديالكم او الوجه ديالكم نحيف، هاد الزيت كيسمن البنات الخدود، يعني تينفخ البشره كيف ما تنقولوا، وحتى دوك التجاعيد يعني كيعمروا، او دوك الحفر اللي كاينين ديال التجاعيد اللي كتكون تحت العين
العينين وحول الفم وحتى اللي كتكون في الجبهة، فما كيبقاوش من بعد ما كتستعملوا هاد الزيت وكتبقاو مداومين عليه. زوين يعني شي حاجة طبيعية، بوتوكس طبيعي للبشرة. ومن احسن هاد الزيوت تاخدوهم البارافارماسي، لانهم تيكونوا زيوت 100% يعني ما يكونوش مغشوشين. هادشي اللي كاين بالنسبة للوصفة اللي شاركت معاكم، غتبقاو ديروها 3 المرات في السيمانة يعني في الاسبوع. ما غاديش تحتفظوا بها في الثلاجة، الاستعمال واحد فقط. هادشي اللي كاين البنات، الوصفة راها زوينة يعني على حسابي، ديروها وغادي تشوفوا النتيجة ديالها واعرة بزاف. لهنا نكون وصلت نهاية الفيديو، شكرا لكم على المتابعة، غادي نتلاقاو ان شاء الله مع وصفة جديدة مع فيديو جديد، وفي امان الله.